اللي جابوهم؟ ليه؟ هو مش انتوا اللي ماسكينهم؟ ده بيبوسوا بعض في مكان عام. والله العظيم ما في حاجه من دي. اطلب لي وزير الداخليه على التليفون، خليه يفهمني ايه اللي بيحصل. البلد دي رايحه على فين؟ عايز ايه؟ انت اللي عايز. عوز منك انت؟ الكلب ده مش حلو، دراع يا ماهر. اذا كان ليك عند الكلب حاجه قول له يا سيدي. انت وهم اوسخ من بعض. عايزيني استغل نفوذي وسلطاتي. خبر اسود. معلش، اصل قرصه الودن كانت جامده شويه المره دي. ارتحت؟ ايه ده، انت كده قلقتني اكتر. على فكرة انت طيب قوي. انا بس صعبانة عليا نفسي، ما كنتش متخيل ان يجي يوم من الايام يقولي الكلام ده. ما تستهدي بالله بقى. انا شايف انك محتاجة اجازة تريح فيها اعصابك من ضغط الشغل والقرف اللي هنا. وبالمرة فكري وتراجعي نفسك، يمكن تفكريني في حاجة ما فكرتش فيها قبل كده. ليه ندخل حريم واعراض في مواضيع رجالة؟ هو ده الدين يا باشمهندس؟ ايه الناس الوسخة دي؟ عزة ده الطالب لا يمكن يجي هنا للادي، معزوم هو والإكسلانس في بيت أمجد على عشاء. ده المحضر اللي المفروض انه تقطع، هبروزه عندي واستخدمه وقت اللزوم. تحب تشوفهم دلوقتي وهم بيتعشوا مع بعض في بيت أمجد؟ ايه انت بتسرح من ورايا ولا ايه؟ فكر في ايه؟ بفكر في الواد ده. الواد ده انا لو عرفت اخده عندي كده ابقى شليت ايد صاحبك. يسمع من بقك ربنا. ناخده عندي؟ لا، ان الاكسلانس يبقى صاحبي. ايه يا ولية؟ مالك هتموتي على الراجل ليه كده؟ مش اول مره اخد بالي من الموضوع ده على فكره. قال لي لا، وانا ما بحبش حد يقولي لا. بس هيروح فين؟ هفضل وراه لحد ما اجيبه. ايوه، وناخد له كده كام صوره حلوين ونحطهم على سيدي هاي ونفضحه بقى فضحة المطهر. ويمو المطهر رش المسح سمع مراش بقى، المطهر رش وإيدي سمع شمعاش. بمناسبة بقى المطهر يا حبيبي، مش لاقيين عيل عشان العقيقة بكرة. عيل؟ وهو هيعمل إيه يعني بالعيل؟ مش مهم العيل، المهم بنت خالتي المطلقة. يا لهوي، هو أنت ما شفتهاش لغاية دلوقتي؟ لا ما شفتهاش. انت قلتي لي تعالى بقى عشان تقعد معاها وتتفق على كل حاجه، ومن ساعتها ما شفتهاش. البتاع انت شربته لي ده بينسي، تبقاش شربه لي تاني. ماشي، دقيقه واحده. يا ابن المطهر رش الملح سبع مرات. مونيا بنت خالتك. ايه ده؟ دي بنت خالتي؟ المطلقة. والله انا خالتي دي عليها حاجات عجيبة. هتيجي نطلع نطمن على المرحومة فوق. دي بنت خالتي دي سهلة قوي. روح انت، انا لما احتاجك هناديك. تحت امرك يا باشا. اتفضل. يزيد فضلك. شوف يا اخي سيف، المشروع ده هيتعمل، يعني هيتعمل. المستشار الاقتصادي بتاعي بقى ده يقول لا يقول اه، مع نفسه. طب انت عرضت المشروع ده على اي مكتب دراسه جدوى؟ والنبي ما تعقدهاش، انا وانت عارفين كويس قوي ان المكاتب دي اوانطه وبتبيع الوهم. يا دكتور ما تخليك انت في السياسه والحزب بتاعك، سيب لنا احنا شغل البيزنس. ممكن ورقه؟ هتعمل بيها ايه؟ هدي لك اسم مكتب في باريس، هتدي له ورق المشروع وترجع لي منه بدراسه جدوى. المشروع ده لازم يكون في السر. خلاص، يبقى شوفوا حد غيري. كلهم عندهم مشاريعهم. المشروع ده بتاعك انت. لا اله الا الله، يعني ارمي فلوسي على الارض؟ ادفع فلوس وما اعرفش هلمها امتى؟ الورق معايا في العربيه، قبل ما ابعت اجيبه لازم نتفق الاول. نتفق 15% عمولة لي. أنا جبت لك المشروع مشافي، يعني زيرو كحول و 15% عمولة ومشافي. تموت أنت في اللحمة الضاني. هنساعد أخوك بقى حمزة الوكيل بـ20%. مش ده ابن؟ أيوة ابن أخته. احنا عاوزين نجيبه من لندن عشان يقعد معانا هنا. أصول.
امجد ياخد 5%. طب يا ترى كل اللي هياخدوا فيها دول يعني هيدفعوا ولا هياخدوا بس؟ مثال انت عارف؟ انا ما عنديش مانع، بس يعني نغير النسب. يعني ايه؟ يعني مش معقول ادفع 40% عمولة لناس مش دافعة ولا نكلة. اصل انت مش متخيل المكسب اللي هتاخده فيها قد ايه. اقول له؟ قول له. مخابرات 3 دول بيلعبوا على الشركة دي لحد لما سلمت وقالت هبيع. والمفروض ان انت لا تشتري. يعني احنا خدمين خدمة العمر. 40% دي بقى ولا حاجة. طيب طالما انتوا واثقين قوي من المكسب يبقى انا ليا شرط واحد. تؤمر. في حالة الخسارة هتتقسم علينا احنا التلاتة. وانا موافق. نقرا الفتحة؟ نقرا الفتحة. ولا الضالين. يلا والنبي الهي يبارك لك، لحسن ده الراجل هيتعرض بكره الصبح على النيابه. ما انا كلمتها قدامك اهو ما ردتش. يا اختي ما تكلميها تاني ولا اطلع لها انا. تطلعي لها فين؟ ممنوع. هو انا طالعه الراجل ده؟ بنت عمي واخت جوزي. بصي بصي كده على اسمي واسم جوزي واسمها عندك. يلا الهي يبارك لك، لحسن ده المحامي مستني مني تليفون علشان يفهمها تقول لي بكره الصبح في النيابه. لحسن دي عكت الدنيا هنا عندكم خالص لما المحضر اتعمل. يا محمد طلع المدام غرفه 603. طب انا اعمل ايه بقى في اللي مش عايزه ترد دي بقى؟ كنامه ولا حاجه؟ فيها يا جماعه؟ اخت جوزها جوه مش عايزه ترد. ما هو ما التليفون بيرن جوه اهو. يا هند بسم الله ما شاء الله. شكلك انبسطت من القعده. جدا. عارف لو ما كانش عمل كده وقال الكلام اللي قاله ده انا كنت شكيت في نواياه. بعد اللي حصل ما ظنش. ده ذكي وبيفهم. اكيد طبعا قال لك مشروع بدل مشروع. وهيسال وهيعرف ان مفيش ريسك، يعني المكسب مضمون 100%. كلها كام يوم كده وهيجي لك العقود ممضية. بس لو حك في 5% بتوعي انا هعترض. جرايه يا امجد؟ تدفع حاجه من جيبك؟ فلوس وجالك من الهوا. عمال يا سيدي ما تقلقش، كلها كام شهر كده وان شاء الله بعد الخطه بتاعتي ما تنجح اخليك ال 5% 20%. وعد الحر دين عليه. عمري قلت لك حاجه ما تنفذتش؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم يا سيدي. ايه اللي اتنشر ده يا استاذ سيف؟ ايه ده؟ هو في حاجة اتنشرت النهاردة؟ فين؟ على النت. خليك معايا ثانية واحدة كده. عزة الطاهر. الطاهر الطاهر. الطاهر فعلا اهو. ايه ده؟ لا 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 لا، دي قلة أدب، دي قلة أدب. ازاي يحط صورتك صغيرة كده؟ لا لا، هكلمهم واخليهم يكبروا الصورة، وكمان لازم يكتبوا اسمك كده بالبنت الأحمر عشان يليق على البدلة اللي هتلبسها إن شاء الله. ويا ابني أنت مش عارف بتكلم مين ولا إيه؟ الله، استنى عبيط القصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه بس الغلط ده يا أخ عزت؟ طب بذمتك، أنا راضي ذمتك، مين فينا اللي عبيط دلوقتي؟ يا راجل ده أنا خدت منك العقود زي الحلاوة، من غير بقى ضرب سواق وافلام اكشن وافلام وسخه. قول لي بتحب الاكشن؟ ماشي ماشي، استلقى وعدك مني بقى يا اكسلانس، بس يا ريت تلحق تكتب وصيتك وتخلي الست الوالده تقرا لك الفاتحه، وتلحق تعمل لك قرص عشان توزعها على روحك في القرافه. قرص؟ ياه، ده انت قديم قوي. هو انت بقالك فتره ما نزلتش مش البيت ولا ايه؟ لا لا، استنى استنى استنى، انت هتقفل قبل ما تسمع التقيله. اصل انا امبارح طلبت ان تليفوني يتراقب، يعني المكالمه دي مسجله، لو عايز تذيع قول ذيع. ليك عليا تصحى من النوم الصبح تلاقي قوة حراسة تحت بيتك. وامي واختي؟ ما تقلقش يا باشمهندس، الحراسة مش هتكون ليك لوحدك. تمام، اهم حاجة بقى ان المحاضر اللي اترمخت والتحقيقات اللي اتحفظت ان هي تتفتح من اول وجديد، من اول بقى حريق المخزن ضرب النار على بيتي لحد السواق اللي مرمي في المستشفى. كمان انا بستأذن سعادتك ان احنا نستدعي البنت اللي اسمها هند. انا بتهمها بالاشتراك في مؤامرة خطف مريم، وبتهمها كمان بسرقة العقود، والبنت اللي شهدت معها قبل كده ممكن تشهد عليها دلوقتي. تمام تمام، كل ده يا حسن. تعال لي يا فتحي. هو في حاجه تانية يا سعادتك؟ رقم التاكسي ده انا كنت سالت عليه في المرور وقالوا لي ان هو مش موجود. انا متاكد ان هو موجود. ده له علاقة بالبلاغ اللي انت جاي تقدمه لي دلوقتي؟ ده بقى السواق اللي قتل مراتي من 3 سنين. أنس! يا أنس! فين الزفت ده اللي اسمه رياض؟ يا باشمهندس، اتصلت بيه أكتر من مرة ما بيردش، شكله كده لسه مصحيش. صحيح، خليك جيني هنا حالا. حاضر. اسمع، اتصل بيه عند الولية القوادة دي اللي اسمها نسمة دي، وصلني بيه. حاضر يا باشمهندس. رياض رياض، امسك. ما انا ماسك اهو. امسك، رد على التليفون. عزت الطاهر. عزت مين؟ عزت الطاهر. امسك. هو مش ده تليفونك؟ اه. وده بيتك؟ ايوه. ومين دي؟ مش مهم، امسك بس رد عليه قول الو. مش شايف حاجه. اسود. الو، قصدي السلام عليكم ورحمه الله. ناموسيتك كحل يا معالي الوزير. قوم فز استحمى بالهباب اللي كنت بتعمله طول الليل ده، وعصر كده قدامي حالا، مفهوم؟
مفهوم مفهوم يا فندم، وسيادتك لو عايزني يعني اجي من غير حمى انا ما عنديش اي مانع والله. يوه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هات هات هات. خايب في وزير في الدنيا تتقفل السكة في وشه ويتسجن كمان؟ انت اصلك مش فاهمة البلد دي ماشية ازاي. ماشية بتزك يا سيدي، اتعلم من امجد نور واعمل زيه. ما هو لو بس موضوع بنت خالتي المطلقة ده يسلك معايا، انما خلاص بقى شكله موضوع فكسان. جبتيها منين دي؟ دي شكلها نحسة قوي. خليك معايا، انت اللي قلبك خفيف. انت اللي مهروشه قوي، انت اللي عملتي لي فيها نسمه اوف ايه لغايه ما ضيعتينا كلنا. على مهلك احسن تتكعبوا. رايح فين؟ هتروح الوزاره كده؟ لا انا رايح الحمام. ما الحمام على يمينك اهو. تفتكري ايه العمل بقى دلوقتي؟ هيقول لي قدم استقالتك ولا هيكتفي بكلمتين في جنابي كده وخلاص؟ ولو سالني عن دي اقول له ايه؟ معرفهاش؟ ولا اقول له ان دي مراتي وقابلتها عندك بالصدفه؟ ولا اقول له مش انا اللي كنت هنا اصلا؟ ولا اعمل ايه انا؟ انت ايه اللي معادك هنا؟ قاعده بتصنطش علينا واحنا بنتكلم كلام برايفت؟ اطلعي بره. حاضر. برايفت؟ امال اللي كنا بنعمله ده اسمه ايه؟ عايزك تهدى خالص كده وتبقى ريلاكس وتخش تاخد الشاور بتاعك. هتطلع تلاقيني قاعده هنا مستنياك على السرير. لازمته ايه الشاور بقى؟ لا لا مش اللي في دماغك يا منشغي. لا انا كل الحكايه اني هستناك عشان ارسك على الفوله. تكلمه ازاي؟ تتناقش معاه ازاي؟ تبرر الموقف الدرتي اللي انت فيه ازاي؟ بس مش اكتر. ماشي. طب ليه بس يا هبه؟ ليه تعملي في نفسك كده؟ طب نفرض ان مرات اخوكي ما كانتش جات لك وصممت انها تقابلك زي ما حكولي في الاوتيل، كان زمانك دلوقتي بخبر كده؟ يا ريت كنت استريحت. استريحتي؟ استريحتي من ايه؟ وليه؟ لا ده انت مجنونه بقى. والمصحف الشريف انت مجنونه راست بيه. يا بنت اللي انت عملتيه ده اكبر غلط. مش ده اللي هيثبت براءتك قدام سيف؟ هو لما يتشك في اخلاصك من حد انت شايفه كل حياتك يبقى حياتي ملهاش معنى. انا حاسس بالجواب كويس يا هند، حاسس فاهمك وصدقك، بس مش مهم انا اللي اصدقك، المهم ان سيف هو اللي يصدقك. وانا على فكره طلبته اكتر من مره بس ما ردش عليا، اكيد هطلبه كمان شويه. ممكن ما تقولوش أي حاجة. ما قولوش أي حاجة؟ ليه؟ يعني أنت عارف إن هو بطبعه شكاك، ممكن يفتكر إن أنا عملت كده عشان أخليه تعاطف معي. صح، عليك نور، أنت جبت المفيد. بس يكون في علمك هاني، سيف ده أنا اللي مربيه وعارفه أكتر من نفسه. سيف ما كانش كده خالص، اللي حصل له ده بعد حركة رياض. عشان كده انت لازم تتصرفي صح، ولازم توضحي له الصوره. لازم يعرف ان اللي ضحت بحياتها عشانه مش ممكن ابدا تخونه. اه صحيح، اخوك هيتعرض النهارده على النيابه، عشان كده انا رحت الصبح على الاوتيل
عشان اطلع على المحضر اللي عاملاه شرطه السياحه واشوف اخوك قال فيه ايه. للاسف اقواله كلها توديه في 60 داهيه، بس يمكن تفيدك قدام سيف. ايوه بس انا برضو مش عايزه يتاذي بسببي، ده في الاول والاخر اخويا برضو. اصيله بجد اصيله، اصيله ومجنونه. صباح الخير. صباح النور. عامله ايه دلوقتي؟ لا تمام، بقينا زي الفل اهو. يعني ممكن نخرج النهارده؟ اه حضرتك والدها؟ لا جدها، بس احنا عايزين نطمن هتخرج النهارده ولا لا؟ انا عن نفسي ما عنديش مشاكل خالص، بس القرار مش فيدي. امال فيد مين حضرتك؟ النيابه. وانتوا لحقتوا تبلغوا؟ يا فندم اي حاله بتجيلنا بالمنظر ده لازم نبلغ انا فورا. تلاقيش ده مجرد اجراء روتيني، هياخدوا منك كلمتين كده. قول لهم كان مودي وحش، مضطربة، مكتئبة، أي حاجة وخلاص. بس مش لازم نحكي في المحكمة. فهمان أنت؟ حاضر. وأنا هروح لأخوك في النيابة، وهحاول ألم المواضيع بأي شكل، وأجيب دليل براءتك وأرجع على طول. اتفقنا؟ اتفقنا. الدكتور العسل شاهد أهو، مش عايز أرجع عليك أقطع رقبتك. ولا إيه يا عسل؟ قال جدا انا نسيت ازمه ولا ايه؟ الله طب ما انا سابق اهو. انا اسف انا صحيتك؟ لا لا خالص مفيش حاجه، اصل انا وانا معدي سمعت التلفزيون شغال يعني، فقلت اكيد صحيه. لا ما انا تعودت انام والتلفزيون شغال. سبحان الله انا كمان ما بعرفش انام غير والتلفزيون شغال. انا اصل اتعودت على كده من ساعه لما كنت عايشه وحدي في باريس. انا كمان اتعودت على كده وانا عايش لوحدي في الاوضه اللي جنبي. يعني انا قلت طالما صحينا بقى ايه رايك ننزل نفطر سوا مع بعض؟ معلش اسف اصل انا ما بفطرش. انت رخمه ولا ايه؟ لا بجد ما بفطرش. انا كمان ما بفطرش على فكره، يعني يا دوب نسكافيه بس. بس طالما صحينا بقى ننزل نفطر سوا. طب يلا ثانيه اجهز واجي. اتفضلي اجهز وانت واقف هنا. لا انا ممكن اجي اقف هنا. ده احنا بقينا اهل خلاص، بقينا توينز. اوكي هي دي بقى كوبايه النسكافيه ودومتم. لا بس النهارده يوم سبيشال بالنسبه لي، روحي نفسي مفتوحه ومتكيف على الاخر. تبقى سهره امبارح كانت حلوه قوي. هي كانت حلوه بعقل، ده انا من زمان ما سهرتش سهره بالحلاوه دي. ما هو باين من مودك. مش عايز اقول لك، ضحك السنين نسوني كل اللي حصل الايام اللي فاتت. يا بختك. والله كان نفسي موجوده معايا. انا كنت هتنبسطي قوي. ايوه بس اشمعنى انا يعني؟ اشمعنى انت؟ عشان انا كنت سهران مع الناس اللي كانوا خاطفينك. ايه؟ وتعشيت معاهم كمان عشان يبقى عيش وملح مع الخاطفين. ليه مش مصدقه ولا ايه؟ مصدقه بس. بس ايه؟ ده انا اديتهم خازوق عمرهم وخدت طاري وطارق منهم كده. طب ازاي والكونترا راح عليك؟ ويعني ما انا طيرت عليهم كونتراكت كانوا هيموتوا عليه، وعملت لهم حته دين فضيحه موز. انت مش خايف؟ لا خاف من ايه؟ الحمد لله ما بخافش. ثقه ولا غرور؟ يقين. عمر ما في حد يقدر يضرني الا باذنه. وبعدين طول ما الست اللي جايه دي بتدعي لي عمري ما خاف. يا صباح الفل. لا لا بجد لا، انا مش مصدقه عينيا. سيف ابني بيفطر؟ دي معجزه اهو، حققت لك كل اللي بتتمنيه. على خيرة الله يا حبيبي، الف مبروك. الف مبروك ليك انك قمتي بالسلامه. اهدي. ايه ده؟ مين اللي عمال يزن ويضرب في الكلاكسات ده؟ ده الظاهر الخازوق بتاع امبارح ايه؟ رشق. اتفضلوا انتوا على فوق. خازوق ايه؟ ونتفضل على فوق ليه؟ اطلعوا بس دلوقتي هفهمكم بعدين. ايه
افتح يا ابني. يا باشا ما ينفعش ادخل حد الا بامر الباشمهندس. يا عم افتح، الدكتور مستعجل. ما تتصل بساعتك على التليفون. لا خلاص ما بقتش اتكلم في تليفونات. كلكس يا ابني، خلي البعيد يسمع. بتهيألي في طريقه انضف من كده عشان تخش بيوت الناس المحترمه. وانا بتهيألي ان كان في بيننا عهد ووعد. عهد ووعد؟ دول بناتك؟ بناتي؟ احنا مش قاريين فتحة؟ قاريين فتحة بس ما لبسناش دبل. ووعدك بقى ان هي ما تبقاش دبل، تبقى اساوي. انا مش بهرج ولا انا والله. واضح كده انك انت ما فكرتش كويس قبل ما تعمل عملتك المهببة دي. واضح جدا ان انتوا ما فكرتوش كويس قبل ما تعملوا معايا الوسخات دي. انت فاكر الناس اللي بره دي هتحميك؟ ياما ناس كانوا ماشيين في مواكب وبخ. انا بوعيك عشان مصلحتك. انا عارف مصلحتي كويس. والله انت صعبان عليا. ما صعبش عليك غالي. انت مش قد عزة الطاهر. الطاهر ايه بقى، ده كان زمان، ما يفتكرش دلوقتي. يا ابني اعقل وبلاش دماغك اللي هتوديك في داهيه دي. بلاش عشانك، عشان الست والدتك. مش هتستحمل اللي هيحصل لك. انت جيت هتدي في بيتي؟ ده ايه البجاحه دي؟ احلف لك بايه ان انا جاي عشان نحل اللي انت عقدته. صلي على النبي كده واستهدى بالله وتعالى نشوف هنعمل ايه في المصيبه اللي انت عملتها. ولو ليك مطالب نكلم الراجل فيه. ليه؟ ايه؟ تحله عن سمايه. واضح كده ان موضوع صفقه الامارات ده مزعلك. ماشي نحلها لك. انا شخصيا ما يردنيش خسارتك. خساره ايه يا حنين؟ وانا دفعت مليم؟ دي فلوس كان المفروض تيجي وما جاتش. يعني مش خسران حاجه. طب ايه يرضيك؟ ده العموله 5% طالعين من ودانك. عارف انت مشكلتك انك فاكر نفسك فاهم في كل حاجه. يا سيف الموضوع مش بزنس وبس. يا راجل. ايوه الموضوع سياسه. انا مش قلت لك امبارح ان مخابرات 3 دول اشتركوا في الموضوع ده؟ افهم بقى، ساي عليك النبي. هما ناويين يتجسسوا على الايرانيين ولا ايه؟ انا ما قلتلكش حاجه. طب لصالح مين؟ هيكون لصالح مين؟ افهم انت بقى. يا ولاد الايه يا عفاريت؟ عشان نكون واضحين الكلام ده يطير في رقاب. اطمن. كويس انك قلت لي عشان افكر القنبله دي. اصل انا بالليل طالع مع لبنى عسل. يا عسل تبقى بتحفر قبرك بايدك. المقابله انتهت كده. ماشي، بس افتكر ان انا جيت لك لحد عندك وفهمتك وحذرتك. هفتكر انك جيتني وفهمتني، انما لو افتكرت حذرتني هروقك كده. استلقى وعده مني بقى، خليه يقابل اللي جاي. بس لو راجل بصحيح ما يقولش اي. الوزير رياض فهمي يا باشمهندس. خليه يتهبب يخش. حاضر. طيب انا هخلص مع اخينا اللي جه ده وهكلمك بعدين. ولا اقول لك تعال عشان عاوزك في كام حاجه كده. اتفضل. السلام عليكم. كل ده بتستحمى؟ لا اصل ال النور كان مقطوع، ولما النور بيتقطع الميه كمان بتتقطع، والسواق قاعد يلف على بنزين مفيش بنزين. يا انت جاي وجايب لي مشاكل البلد كلها في رجليك. في ايه يا باشمهندس؟ في ايه؟ انا اول مره اشوفك متعصب كده. ده انت حتى ما ردتش عليا السلام. اوعى يكون في حد موقع بيني وبينك، او يكون في اي حد قالك عني كلمه كده ولا كده. لا، إذا كان على موضوع النسمة اللي انت كلمتني على الموبايلها، ففي موضوع كده غايب عن سيادتك. يعني مفيش موضوع ممكن يغيب عني. البلد كلها في ايديا دي. اي بني ادم انا شايفه رايح فين وبيعمل ايه وجاي منين. لا ما هي نسمة كانت بتصالحني، في مشكلة حصلت ونسمة كانت. نسمة ايه اللي بتكلمني على دي؟ المرة القواده دي ربنا يهديك ويعافيك. ايوه كده، ايوه كده. ادعي لي، انا مستني الدعوه دي من زمان على فكره، لان انا حاسس ان ربنا هيهديني على ايديك. امسك. ايه ده؟ ده ملف صاحبك وحبيبك. ايوه ما انا عارف، بس يعني هعمل بيه ايه؟ اقول لك وما تزعلش. الله يا عسل.
لعلمك بقى يا باشمهندس انت اي حاجه تقولها لي ما تزعليش ابدا. بس انت ممكن تزعلني لما وصلنيش خبر يفرحني في ظرف 24 ساعه عن صاحبك ده. تفرحك يعني ايه؟ لا ما تاخذنيش، انا اصل الحاجات كلها دخلت في بعض عندي، وزي ما تقول كده في فيوز ضرب. انت مش كنت بتتعشى معاه امبارح؟ مين اللي قال؟ هو والمصحف، والله العظيم هو اللي قال لي لما كنا في القسم ساعه موضوع اخته، قال لي انه هيتعشى معاك. طب ايه رايك بقى ان انا عاوزه يتعشى بكره فطوره؟ وليه بكره؟ طب ما يتعشى الليله دي فطوره.